لهيك وسام صار معنا على سكايب. هاي وسام. مساء الخير. صبحي مساء الخير. الحمد لله. اول شيء على السلامه، كيفك؟ طمنا عليك. الله يسلمك. كيف كانت الرحله؟ يعني انتوا وين تركتوا الاوتيل؟ شو صار شكلك بالبيت؟ شكلي بالبيت. اي وصلت على البيت. واخيرا انا هون بدي اتشكر كل الناس القيمين اللي كانوا من مطار ابو ظبي اللي رافقونا وصولا الى لبنان. الحمد لله حجزنا 24 ساعه بالاوتيل، طلعت النتيجه الحمد لله نيجاتيف لكل الكرو والناس الموجودين على الطياره، وهلا صرنا بالبيت الحمد لله. رحنا نحج 14 يوم ممنوع نظهر لبرا. الحمد لله. طيب وسام، ابغى اسالك عن شغله. يعني نحن سمعنا في اخبار بتقول انه في واحد من اللي رجعوا معاكم في الطياره لبيروت، لما وصل على بيروت ما كان يبغى يجلس في الحجر، فهو مثل انه اختفى او هرب. هل هذا الخبر صحيح؟ وايش صار بالضبط؟ يعني هل هو كان معكم اساسا في الطياره؟ مزبوط مزبوط، بس القصه صارت انه الناس صارت تقول بدو ينزلونا باوتيل، صار في ناس تقول بدو يدفعونا الاوتيل. يعني في ناس ما كان معها ماديا تقدر حتى تقدر تنام ليله بالاوتيل. بعتقد انا ما فت بالتفاصيل، بعتقد القصه ماليه مع الشخص اللي هرب. بس هو هرب يعني صحيح؟ ايه ايه هرب. شفته يعني انت خلص. شفته مسكين. طيب بس الحمد لله ما حدا معه كله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. طب وسام، انت الحين حجرت نفسك اول شيء يوم كنت في الامارات، الحين انت ايضا عندك حجر جديد ثاني في بيروت في بلدك، which is very good. يعني شو ناوي تسوي في هذا الحجر؟ هل حطيت لنفسك جدول ولا بتاخذ الموضوع ان I'll go with the flow؟ شو في بالضبط؟ شو مجهز؟ لك هلا انا الحمد لله انه وصلت على بيتي. انا كنت بالامارات مزبوط وحاسين حالنا ببيتنا، لما بتعرفك عم صور بابو ظبي كمان مسلسل، ولكن بتعرف الواحد مهم يكون حد عائلته وحد اهله بهالفتره الصعبه. فانا تفضلت انه اوصل على لبنان. صحيح ماني حد عائلتي، انا حاجر حالي لحالي بالبيت، بس انه صار ما صار نحن حد الاهل. مثل ما شايفين انا برسم، فراح اقضي وقتي بالرسم. حلو. بقرا، راح احضر مسلسلات. جبت معي على فكره هيك تشجيعا، لانه الناس هلا عم تكب الحيوانات اللي عندها من البيت. حاولت انا عندي كلب ببيتي، وجبت مع الكلب معزاي مربيه عندي بالبيت. وينها؟ وين المعزاي هاي؟ غريب. لا اذا بعد شوي، اذا بدكم بعد شوي. لا عن جد عم تحكي؟ عن جد عن جد؟ والله جيبها 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 نشوفها. حجيبها حجيبها هلا 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 بتجي لحالها. شو اسمها؟ عم تمزح. لها اسم ولا لا؟ عم بمزح، لانه الناس عم بتكب الحيوانات بالشارع. انا قررت انه حتى المعزية اللي ما بتربى بالبيت رح جيبها وربيها بالبيت. انت جبتها ولا رح تجيبها؟ هذا تشجيعا لا لا بيمزح طبعا للناس انه ما تخاف من الحيوانات. طيب وسام، لك هلا بكل الاحوال عرفنا انه كنت عم بتصور مسلسل بابو ظبي، حكينا شوي عن المسلسل. هذا المسلسل حينعرض برمضان، لبعد رمضان خلصتوا تصوير، شو يعني شو صار؟ صح، هيدا اول مسلسل سعودي رح يكون بالنسبه لإلي. حلو. فيني اجيب لك العنزه صارت هون؟ فيني اجيبها؟ إيه جيبها. جيبها موجوده. صدق فكرت جيبها. يلا يلا انا ما فهمت. انا ما فهمت، انا افكر انه بيمزح. انا على بالي يمزح والله. اوكي. لا ليك الهضامي ليش؟ طب شو اسمها؟ ما لها اسم؟ شو اسمها؟ زورو. اسمها زورو. زورو؟ زورو. والله اوكي. شجاعة. زورو كانت نايمة هلا، انتوا وعيتوها. والله شجاعة زورو. حبيت. مبينة نايمة كانت. على السريع القصة، لأنه أنا كمان عم صور هلا مسلسل، أول مسلسل لإلي سعودي الحمد لله. نعم. معنا أشخاص من الأبطال من السعودية، معنا من لبنان جيسي عبده، هو إنتاج جول تاتش برودكشن للمفيد الرفاعي، واكيد اللي حمسني اكثر لانه هو اخراج الكبير مروان بركات. يعني رح اوقف مره جديده غير مسلسل سر والنجاح اللي عمله مسلسل سر، رح اوقف مره جديده قدام كاميرا مروان بركات. حلو. ولكن بعمل سعودي. حلو. حلو كثير. حلو. اكيد يعني نحن كثير انبسطنا لوجودك معنا، وبنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شو رايكم ببنتي؟ ما قلتوا لي. كثير حلوه. حلوة. كيوت والله. عند يعني ما في كلام نقوله. عم بتبوسك. عم بحوانيت ببيتها. ايه لا الله يخلي لك اياها يا رب. ايه يعني فعلا. شكرا. شكرا. خطوه كثير حلوه، ونحن كثير مبسوطين ان مثل ما قلت لك كنت معنا اليوم. ان شاء الله تضل انت وعائلتك بامان.